السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا رب، في صحه جيده وفي احسن الاحوال. وكيف ما عودتكم دائما، فيديو جديد، بارتما جديده. هذا البارتما للبيع كتواجد في سيدي مومن نور سيتي، فيها 73 متر، الطبق الاول. اللي بغاها مرحبا، غنخليكم مع السيده غتقول لكم جميع المعلومات على البارتما وحتى الثمن. واللي بغاها مرحبا يتواصل معايا على الرقم اللي غنخلي لكم، وما تنسونيش من الجيمات وبارطاجيو القناه مع الاهل والاحباب والاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده ان شاء الله يا ربي، وتكبر القناه وفرجه ممتعه. مشمشه وكتواجد بجميع المرافق. هذه الدخله ديال العماره، كريزيس كاميرا خلاني هنا. هذه هي الجردة، راها سيكوريزي، كاين جوج عساسة. واحد ديال لي واحد ديال النهار. وهذه راه فيرمي، كيلعبوا فيها الدراري كما كتشوفوا. الانسان مطمن على وليداتو، ما كاين حتى شي مشكل، ما يخاف عليهم لا على الشانطي ولا على شي واحد يديهم ولا شي حاجه. ها انتم كتشوفوا اش دايرين. حشومه حشومه حشومه، ما كتشوف هنايا. حنا دابا نمشيو نشوفوا باركينغ. باركينغ هذا هو الدرج اللي كينزلوا ليه. كتشوفوا ما شاء الله واسع، يعني الوقت اللي جيتو كتلقى البلاصه للطوموبيل ديالك. كاين هاد الجهه وكاين الجهه اللي هي على الفوق، يعني ما شاء الله واسعه اللي بغى بنادم يحط طوموبيلتو في اي وقت، ما كاين حتى شي مشكل، ما يحتاج لا كارديناج لا حتى حاجه. هذا كيتحل بالتليكوموند، هذا هو اللي قلت لك كانوا كيطلع على الحمام ولا الحوانت لهذا الشيء. هذا المهم، راه اقامه كطلع على المدرسه ديال الحكومه، هي الانفاس معاها 3 مارس، حداها الصواب بريفي، حداها بالزاك تاهي بريفي، حداها مدارس خرى الفوق تاهوما هي هادوك حكوميين. ربما كتسمعو دابا حانا تاهو، ربما كيبان ليكم كيحطو ليه البوطات. بالنسبة للناس اللي بغات، بالنسبة لينا حنا مثلا اللي عندو ليطاج اللول ولا السفلي ولا هدا، كاين شرايع هنايا مكيحتاجش طلعت السطح. اللي بغى السطح مرحبا، ماشي مشكل، عنده حقه فيه. المهم الشقة راه 73 متر بالفراش ديالها 60 مليون، وبلا فراش 56. الله يسهل على الجميع اللي باغي يشري ولا اللي باغي يبيع، وتكون ان شاء الله سنة سعيدة على الجميع يا ربي، يرفع عنا هذا البال. والسلام عليكم.
دابا كنخرج من الكوزينه. هذه هي الكليسه اللي قلت لكم عليها، هذيك الفيترينه اللي عطات لكم عليها، درت هذه هنايا المكتوبه اللي بغى يحط في اي حاجه للديكور، هذه كتجي صراحه زوينه. كما قلت لك هو مربع، يعني اصلا بلاصه مربع هادو مثلا كنا درتهم بالالومنيوم، كيجيو هاد الشيء يعني باش تحطو فيهم الصبابط. هاد البلاصه مفصله الباب، دخلت الباب، ندخل دابا الصالون. هادي درتها دي فوتي، راه الصالون بيس باغا كري خيال، وهذا هو صالون بلدي. سمحوا لي اضطريت نشعل الضو لانه والو، الشتا الظلمه هذا. دابا كاينين الناس اللي دابا من الصدادر هكا داروا حيط، هادشي ها وهادشي ها، وقسموا خلاو هاد الصالون بلتي بوحديتو، حيت ما شاء الله الصالون كبير. جوج جهة أخرى هادي الأنفاس دروها جلسة، هي ما شاء الله كتشوفو عندها عريضة متيسها مضوية، و جهة أخرى ممكن الإنسان مبغاش يدير هاديك الجلسة تماك يدير صالة مونجي ويدير في هاد الحيطة هاد الجهة هادي، يدير فيه هنا تلفازة، هادشي شي حاجة مزيانة. هذا بالنسبة للمرا حتى هويا، هنا كالفوق كتولي لكم كارية مزيان، وهي كتشوفو مكاين لا شقة لا تا حاجة لا غمولية لا والو. بالنسبة لهنا سي لا ميم شوز تقريبا، الصالون فيه جوج بولات، وهنا راه غيقول لكم الشارع الثاني. اللي من هنا كتشوف كيشوف ليه الباب ديال الباركينغ هادشي هادي. راه ما شاء الله كما كتشوفوا الجيران الله يعمرها دار، ما كاين لا صداع لا حتى شي حاجه لا غوت لا والو. حنا اصلا فاهمين الدار فيها الويفي في بروبتيك، ها هويا خدام مزيان. واش الصراحه حنا مشاركين فيه راه كتجينا 40 درهم الشهر، يعني اللي عنده وليداتو كيقرا ولا شي حاجه فحال هكا يعني غتجي القضيه سهله. واليوم غيخلص 500 درهم مادام الحمد لله كاين جيران مزيانين ومفاهمين، داكشي 40 درهم ماشي شي حاجه كثيره، الانسان يقتصد شويه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عندي واحد الشقه للبيع في حي الركبوت حي الدور سيدي مؤمن الطابق الاول. نبدا بسم الله، هذا هو وحده من الغرف، ما شاء الله كتشوفوها كبيره، ممكن تكون صالون، ممكن تكون بيت الجلاس، ممكن اللي بغى يدير حتى بيت النعاس بغى يتمرح مع راسو مرحبا. هي مصبوغه بالخيال الحمد لله، كاين الكوغوندير يعني ما كاين لا غموليه لا حتى شي حاجه، كتشوفوا السقف
يعني داك الكبس بسيط. وبالنسبه لي انا كيعجبني شي حاجه اللي تكون بسيطه ما يكونش داكشي دخل شارجي. وكله ذوق ديالي عاوتاني، ما نهضروش على اذواق الناس تختلف. هنايا انا بالنسبه لي درت بيت كلاص لانه كبير. كاين هنايا بالنسبه للشرجم، حيت هذه هي الشوكه، كاين شرجم لهذا الشيء كيشوف الشارع الاول اللي فيه الحوانت، فيه الكزاره، فيه المصبانات، فيه كل شيء. والشارع الثاني هو اللي هابط مع الاقامه. ولا كتبان لكم وسمعوا لينا، ما كاينش الشمس دابا حيت الشتا كطيح، ما كاينش، ما كيبانش الضوء مزيان، ربما الكاليتي ديال الفيديو ما تكونش حتى ليه. المهم هذاك اللي كيبان من الشبيرة حمام، وعندكم الحق في السطح، عندكم حق في الباركينغ. راه ان شاء الله نصور لكم باركينغ. كتخرجوا عندكم باب كيخرج لوسط الاقامه، وعندكم باب بالتيليكوموند كيخرج ديريكتومون للحمام والحوانت. كاين هاد الدار، هذه هي كيبان لكم دوك الكراجات، غادي يكونوا بين ان شاء الله الرحمن الرحيم. على البعد ديال هنايا واحد الهبطه، الا بانت لكم واحد الزنقه، ها هي هاد الزنقه، هادي كتهبط تقريبا الفران بعيد عنا بشي 5 ولا 6 دقائق. والطاحونه كيهبط حتى للسوق واحد 10 دقائق كتهبط للسوق. هذا هو البيت من زاوية أخرى. الحمد لله مضوي وبعيدين عليكم الناس، لأن هذه جات كوا تقريبا. هادي راه كلشي مسقف الزليج، الدشر ما شاء الله كبير، يقدر تخرج وسط الناس. هاهوما الزليج باردون، الزليج راه ديجا تبدلتو، مبقاش داك اللي كيزلق. هذا أصلا يقدر ما بلا هاديك الطابي يقدر الواحد يعوم. سيباراسيون بالالومنيوم اللي ما كيبينش، باش واحد زعما اللي بغى يدخل يغسل يديه ولا شي حاجه، ماشي اوبليجي حتى يخرج داك اللي كيدوش. بالنسبه للسقف ديال المراه هو مزلج، هذيك اللي مع لاكين يعني ما اضطرش دير فونتيلاتور. طواليت هي بداك الزليج، هذا راه حرش، واخا اللي عندو الوليدات ولا الناس كبار وداكشي ما يخافش عليهم، واخا يدخلو مثلا ما يزلقوش. هات كتشوفو مختلف هو على الزليج ديال المرح. نسيت مقلتلكم بأن الفيترينا راه لي سبوت، الناس اللي كتبغي يكون الضو ماشي مجهد. دابا ندخل نشوفو الكوزينة، ما شاء الله واسعة، وعندك كيما بغيتي تحطي شي حاجة تحطيها. كاين اللي بغا مثلا يدير شي طابلة صغيرة هكا، وجوج جوج كراسي يدخلهم هنايا يدخلهم.
يا زاليا كويزينيير، سلة ديال الصابون هنا فوق، دايره دوك العلاقات تقريبا. انا شويه من دوك محبين معين في الصيف. كاين بلاكارات فوق منهم داكشي ديال الالومنيوم، كاين بلاكارات عاود لتحت. هاد البلاك انا بريسك ما خدمتش بيها، كنخدم بالكويزينيير ديالي. كاين لاهوت، كاين شوفو سانجير، هنا عاود العلاقات. ما شاء الله روبين راه ينقص ما بارد وسخون كما قلت لكم. الناس الجيران بعيدين عليكم، يعني مش الانسان وجه في الوجه. ما كانت الصابون هي تقريبا جديده، راني مصبنه فيها. كاين فران عفيفي، هذا اخر طراز في عفيفي، يعني 5 دقائق 6 دقائق طيب الخبز. هاد الفيترين انا درتها هكا المعلم كنبغي نخدم بهم سوق بلاص، كانوا قرابين مني. بالنسبه لي غوبو داكشي هما حتى هما قرابين، بحال شي حاجه اللي ما كنحتاجهاش بزاف درتها هنا شويه عاليه. هادو راه هما قرابين هكا فناجين، وهذا الجهه الاخرى ثلاجه هي كان البلاصه ديالتها في مكينه، فين البلاصه ديال الخضره اللي بنادم ما كيبغيش يدير شي حاجه في الثلاجه هي هنايا. والفوق كان هذه ديال الالومنيوم، هذاك اي حاجه انت ما غتوقفيش على ديك الساعه، شي حاجه ديال العراضات الطباس الكبار، اي حاجه تجيك على بالك هي هنايا بيضه. انت كتشوفوا ما شاء الله شرجم كبير مضوي من قاف حتى لقاف تقريبا، وهي حتى هي السقف ديالها الحمد لله ما كاين حتى شي مشكل، ما فيها لا شقه لا غموليه لا حتى شي حاجه. هي واخا دابا الشتا كطيح زعما الحمد لله ما تحتاجيش كاع حتى تشعلي فيها الضو.